مجموعة من المشاحات والأشجال، بغينا لو تفضلتي طبعا معرفة نقط الالتقاء والاختلاف، موشحات في المغرب وموشحات في مصر. شكرا. فيما يتعلق بالموشح، الموشح أصله أندلسي وهو من عملي الأندلسيين، والمشارقة عالة فيه على المغاربة، وذكر هذا منظرهم الذين وضعوا نظرية التوشيح، وكذلك الأزجال وحبهم لهذا النمط من الشعر دفعهم إلى أن يقلدوه، فقلدوه نظما. وبطبيعة الحال فإنه حين يكون النظم جميلا ورائقا فإنه يستدعي أيضا أن يكون معه ما يشبهه من اللحن الطيب، لأن الأندلسيين غنوا موشحاتهم، فكان تقليد المشارقة للأندلسيين منطلقا من هذه الزاوية، أي أنهم يغنون الموشحات. طبعا لم تكن هناك مدرسة موسيقية واحدة في المشرق، كانت هناك مدارس موسيقية متعددة، فيها ما هو منتسب إلى مصر، وفيها ما هو منتسب إلى الشام، وفيها ما هو منتسب إلى العراق، وفيها ما هو منتسب ما وراء النهر أو في بلاد فارس. هذه الأنماط الموسيقية كلها استطاعت أن تقدم نموذجا داخل الموشح، وأن تؤثر أنماطها على الموشح، فتقدم لنا لوحات مختلفة في ظاهرها، ولكنها تستمد من نفس الموشح ما تستمده. تبارك الله عليك أستاذ. إذن يمكن أن نستنتج بأنه كاين أنواع من الموشحات، هناك المغربية المصرية والحلبية. نعم، نقول المغاربية الأندلسية أولا. نعم. وبمدارسها المختلفة، ونقول الشرقية بمدارسها المختلفة. شكرا لك. وباش نسمعوا نموذج من الموشحات الحلبية، تحضر معنا فنان مغربي، إذا تكلم غنى وإذا غنى أطرب، وقف على ركح دار الأوبرا وصفق له الجمهور المصري إجلالا، عرفه الجمهور المغربي بأدائه لأغاني عبد المطلب كريم محمود، واليوم غادي نشوفوه بشكل جديد لأنه غادي يؤدي الموشحات. وبغيتكم تحت صفيقاتكم الحارة نستقبلوا الفنان والمطرب فؤاد الزبادي. مرحبا. مرحبا بك فؤاد. مرحبا بك سيدي فؤاد. مرحبا. مساء الخير. كتحضر معنا اليوم بشكل جديد. نعم. لانه اليوم غنسمعوا من عندك الموشحات الحلبيه ان شاء الله، وحنا كنعرفوا طاقتك الصوتيه ما شاء الله. ما شاء الله. قادره على تطويع كل الانغام. سيدي فؤاد، سر علاقتك بالموشحات؟ هو الميول هذه المدرسه هذه طبعا ككل فنان صادق وهو الاصاله، صادق في أدائه وهو الأصالة يعني، والتمسك بهذه المدرسة هي وفي حد ذاتها يعني الطريق الصحيح للوصول والولوج إلى ما هو أحسن. معروف كما أسلف الأستاذ الملك أن المدرسة الأندلسية المغاربية بشتى أنواع يعني مدارسها والشرقية بكل أنواعها يعني تشكل يعني واحد ثقافة موسيقية عربية يعني لها سمعة يعني عندها واحد قيمة كبيرة. ونلاحظ أن كبار الفنانين داخل الوطن وفي الشرق في أول بدايتهم تمسكوا بالموشحات أو الطرب الأندلسي بالنسبة للمغاربة ديالنا، أمثال الأستاذ عبد القادر الرشدي رحمة الله عليه، قبل ما يتوجه للألحان العصرية العربية كان الآلة الأندلسية يعني كانت تبارك الله كان يعني أحفظها كلها يعني، وكان وصل لواحد المستوى عالي واخذها كمدرسة كأساس يعني كوم باز دو ديبار. وبالنسبه نلاحظوا بان موشحات كبيره تلحنت من طرف الاستاذ محمد عثمان مال الكاسات وكبير يعني عبد الحمول يعني كبار الفنانين كلهم مروا من هذه المدرسه وتمسكوا بحفظ التواشيح الكبيره وكانت هي الاساس. فطبعا لا يعلى على انا قلت لكم استيفاء الزبادي اذا تكلم غنى لانه ما غاديش نشربوا منه وغادي نقترحوا عليك يعني زارني المحبوب. هو من الموشحات اللي كنت حفظت وانا في الصغر يعني تدابا ماذا صغير شوي اكيد زارني المحبوب. زارني المحبوب ان شاء الله مع فرقة التخت العربي اوج، واللي كنحييو العازفين ديالنا لانهم تبارك الله عازفين متميزين. اذا زارني المحبوب. لا Thank you.
له كفان أمان أمان طال المحروم يا نادي القلب يا كحيل العين يا نادي القلب طال المحروب يا عين تبارك الله تبارك الله عليك تبارك الله عليك أداء كل رقي كل سمو تبارك الله عليك تبارك الله عليك يعني وشكرا لفرقة أوج تحية كبيرة لفرقة أوج على إن مازال ما شبعناش منك وروحنا مشتاقة لراحة سماع صوتك مرة أخرى والاقتراح يمكن اللي كان هي راحة الأرواح فؤاد زبادي وراحة الأرواح Thank you.
Thank you.
ذاك الغيث إذا الغيث
الله عليك سيدي فؤاد، بارك الله عليك. صوت آتي من عمق التاريخ، وحقيقة نقلتينا لعوالم طرد، تبارك الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله عليك. أستاذ شامي،